عندنا تقرير الآن عن أحد المؤتمرات الموجودة والتي تستضيفها إمارة دبي حاليا، وهو مؤتمر إبداعات عربية 9 الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد الذكية تحت شعار دفع عجلة الابتكار نحو اقتصاد مستدام. وطبعا في مؤتمر مثل هذا يحضره النخبة من الشخصيات الحكومية وصناع القرار ووضعي السياسات وقادة الفكر والأكاديميين والباحثين والاستشاريين أيضا، طبعا وعدد من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. كاميرا تروح الاتحاد كانت موجودة لتنقل لكم هذا الحدث، خلونا نتابع مع بعض. مؤتمر إبداعات عربية بدورته 9 بيعالج أمور مهمة بالعالم العربي، بيعالج 3 محاور: محور إدارة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحور الثاني هو التعليم الذكي وما يتلائم مع مبادرة الحكومة في هذا المجال، الأمر الآخر هو الكلية الصحية أو مؤتمر الصحة والبيئة. المؤتمر كان له أهداف محددة، أكثر من 40 دولة كانت متواجدة في هذا المؤتمر من كافة القطاعات التعليمية والخاصة. الهدف من مؤتمر إبداعات عربية هو نقل وتعزيز مفاهيم البحث العلمي، نظرا لخلينا نقول انه الوطن العربي يفتقر الى دعم البحث العلمي على مستوى المنطقة. سنويا نحن ندعي جهات محلية وعالمية لحتى يصير في استقطاب تجارب، يعني يكون في تجانس ما بين التجارب المحلية وتجانس العالمية، ومن ثم تشارك الآراء والتفاصيل ونقل التجربة خلينا نقول ما بين تجاربنا المحلية على مستوى الوطن العربي احنا نتكلم والتجارب العالمية.